خامسا الامر بالصرف على وفق الضوابط المعتمده قانونيا. سادسا دعوه اعضاء المجلس للاجتماع الاعتيادي والطارئ. تم خلال جلسه اليوم القراءه الاولى لمسوده النظام الداخلي لمجلس المحافظه. النظام الداخلي سيشهد قراءتين ومن ثم التصويت على النظام. الأعضاء لديهم الكثير من الملاحظات والاقتراحات التي ستضاف على القانون القديم لغرض الخروج بصيغة جديدة تناسب وضع المجلس الحالي، خصوصا بعد تقليص عدد الأعضاء من 31 عضو إلى 18 عضو. هذا راح ينعكس على المسؤوليات المناطة بالأعضاء وعدد اللجان وتوزيعها وتفاصيل فنية أخرى. إن شاء الله خلال الأسبوع القادم ستتم القراءة الثانية ومن ثم التصويت على القانون. أتوقع بالجلسة القادمة جلسة الأربعاء سيتم التصويت. عندنا جلسة يوم الاثنين، جلسة يعني غير تقليدية للقراءة الثانية للقانون. اللجان يجب أن تقر في النظام الداخلي أولا ومن ثم توزع. إذا توزيع اللجان سيتبع إقرار النظام الداخلي. يعني واصلين الى تفاهمات كبيره بها بنسبه 90% من اللجان محسومه. الى محل نهايه المجلس.